بكم من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، هذه هي الحكمة. ولكن يبقى ملاحظات مهمة جدا. أولا، كبار السن يحتاجون إلى رعاية مقياس تقدم الأمم وازدهارها ونضوجها ووصولها إلى قمة الإنسانية، هي أنها تهتم بكبار السن، ده المقياس الأول. لكن كمان لفت نظري ان هم الارتفيشال تيث او السنان الصناعيه اللي متركبه، الطقم يعني اللي متركب في الاثنين، ما كانش حلو، ما كانش كويس. يعني واضح ان صناعهم ما اهتموش ان هم يعملوا لهم طقم شكله حلو. لكن برضو انا بفكر في حاجه تانية من حلقه فاتت الاسبوع اللي فات، كلمه impossible case، كلمه انه حاله تكون شكلها مستحيل، مدمرة، سنان رايحة خالص، الراجل أهمل على مدار سنين وعقود من عمره في سنانه، فوصلت إلى مرحلة يظن أنه إصلاحها بقى شيء مستحيل. هذا الرجل الحقيقة الذي يعمل على هذه السنان التي توصف بأنها impossible case، وده متحدي مهم جدا، أنه هو بيوصل لشكل، هو الوحيد، الدكتور السنان هو الوحيد اللي عارف أو متخيل هذا الشكل هيكون عامل إزاي. ما بين العدم والدمار والشكل البشع لعدم وجود سنان على الإطلاق أو أسنان مدمرة، وأن نوصل لشكل جيد جدا في هذه المسافة التكنولوجية والمهارية اللي بتلعب فيها دور مهم جدا، هي مسافة يلعب فيها الخيال أيضا دور مهم. سؤالي الأول سيكون دائما، الخيال هنا بيرسم خريطة الطريق أو خارطة الطريق، رغم أن على فكرة العبارة دي سمعتها مش جيدة عندنا في السياسة، لكن خارطة الطريق في الطب شيء مختلف، سمعته جيدة. بيرسم إزاي خارطة الطريق وبيفكر إزاي يخلي النتيجة في الآخر مبهرة، العيان قد يفوق مش توقعاته، هو ما عندوش توقعات، ده هو شايف أساسا أنه سنانه غالبا ملهاش أمل أو ما فيش فيها أمل. طبعا كلمة impossible case ضيف عزيز عليا جدا، هو الذي صدرها لنا، عنصر مهم جدا في المدرسة الإنجليزية، صدر لنا بقوة، وكان خير سفير لهذه المدرسة في عالم الأسنان، هو طبعا القيمة العلمية المتميزة الأستاذ كريم، الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم، زميل الكلية الملكية لتجميل الأسنان، طبعا زميل كلية تجميل الأسنان من جامعة أدنبرا بلندن، والاسم المتميز الكبير استشاري التركيبات الثابتة لتجميل الأسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان، الاسم المتميز. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك. الحقيقة أنت بتبهرني كل يوم، سعدت جدا بالحلقة الأخيرة وإحنا بنتكلم على impossible case، فكرت في المضمون اللي انا قلته لك ده. صحيح. ايه بقى ما بين الفراغ الدام، ما بين الدمار الشامل، ما بين الانهيار الكامل، وما بين سنان هوليودو سمايل بسمة رائعة؟ والله يا دكتور ايمن، انا هقتبس من كلامك جملة واحدة يعني لفتت نظري جدا، هي ان الاهتمام باسنان بالذات كبار السن مقياس تحضر وازدهار الامم. فعلا شغلنا على الحالات اللي هي من وجهة نظر المريض امبوسيبل، او ان هو كان فقد الامل في كيفيه علاج اسنانه، ودورنا ان احنا نديله الثقه ونعيد تاني ترتيب البيت وترتيب الخطوات
عشان نديله أمل إن هو يعمل سمايل، ما تقلش عن أي عيان عادي، ما تقلش عن أي شخص طبيعي يرجع يعيش حياته نورمال. ده أهم دور لينا الفترة اللي جاية، وإحنا بقالنا فترة شغالين على النقط دي عشان ندي ثقة للناس وندي فكرة عندهم إن دي مش نهاية المطاف. It's not the end of the road. هنبدأ نتكلم إن في مراحل بتجيلنا بالذات لكبار السن. الحالة اللي قبل كده كانت اتكلمنا على الشباب شوية لأن برضو دورنا إن إحنا نديهم أمل في الموضوع ده، لكن كبار السن كمان ساعات بيوصلوا لمرحلة إن مش المشكلة بس في الأبيرنس، في الشكل. يعني ساعات المريض فعلا بيبقى الشكل مؤثر في حياته جدا، بس مهما كان هو يقدر يستغنى عنه ولو لبعض الفترات، لكن ساعات بتجيلنا حالات كمان الفانكشن اتأثر تماما، فالشخص ده فقد أساس من أساسيات الحياة هو أن يقدر يأكل. فتخيل شخص ابتدى مش بس حالة أسنانه ووضع الفم عنده ابتدى يؤثر على المظهر وعلاقاته الاجتماعية، وابتدى يعني الشخص ده يبقى منطوي ومنحسر، لا ده كمان ابتدى يأثر على أساس من أساسيات الحياة. هو فعلا ما بقاش قادر يأكل، مش قادر يعني يستطعم الأكل ولا يندغه ولا يأكله، فبقى الوضع يعني بالنسبة له it's a life or not، يا حياة أو لا حياة، لأنه فقد الشكل وفقد الفانكشن، وده اللي احنا بنشتغل عليه وبنتكلم فقد الوظيفه كمان. بالظبط. طيب الحاله النهارده حاله كبار سن، صحيح؟ صحيح. وزي ما انا قلت هو الرعايه الطبيه كلها، يعني انت طبعا بالنسبه لك انت طب الاسنان الرعايه الطبيه مختصره في الاسنان، صحيح؟ لكن كبار السن في مصر اقدر اقول بنسبه كبيره جدا منهم تعاني من مشاكل في اسنانهم، ده ليه؟ للاسف الشديد احنا بنعاني، وبعض الاماكن في مصر مهمله جدا، فالخدمه الطبيه فيها فعلا قليله جدا. يعني انا لسه الحاله دي صراحه كانت من الصعيد، يعني بالمصادفه واحنا ما اتكلمناش فعلا، ما اعرفش بس الحاله دي انا بكن لاهل الصعيد يعني مكانه خاصه، لانهم فعلا من اطيب الناس اللي ممكن الواحد يشوفهم، وبيعانوا جدا جدا من نقص للخدمه الطبيه المتميزه في الاماكن دي، لدرجه ان بيحصل اتصالات ان هم بس يعني بيبقوا نفسهم ان احنا نزورهم ولو مره في الشهر، نزورهم مرة في السنة، بحيث نقدر نملأ جزء من الفراغ اللي موجود عندهم بالنسبة للخدمة الطبية. المريض الصعيدي مريض مؤدب جدا ومتواضع جدا، وفي نفس الوقت بيفرح جدا لما بيلاقي اهتمام، وبيبقى سعيد جدا لما بيتعالج على ايد محترف. انا بقول لفريق العمل دايما ان انا بنحاز لأهل أسوان والنوبة وأسيوط وسوهاج وبني سويف ومش عايزين ننسى حد، صحيح؟ انا بنحاز ليهم جدا جدا جدا، الخط كله، صحيح؟ الخط الصعيدي كله. طيب عايزين نحكي القصة من أول. إحنا الحالة دي كانت لسيدة، السيدة متهيألي إن هي متخطية الخمسين، يعني تخطت الخمسين، وكان هي الحالة دي جاية بالطيارة من الصعيد، وكان في وقت صعب جدا قبل العيد بوقت قليل جدا، وكان ابنها هو اللي قعد معايا الأول، هي ما دخلتش خالص، ما قعدتش معايا. قال لي يا دكتور أنا والدتي ما بتعملش حاجة في حياتها غير إن هي بتعيط. يعني وصلت لمرحلة ان مش مشكلة في الشكل بس، مشكلة ان هي فعلا مش قادرة تاكل، عايشة حياتها مش قادرة تاكل، يا دوب شافت ان فيه فعلا حالات شبهها في برنامج، فابتدت تحس لا ده في امل، طب تعالوا نجرب ونشوف. فابتدى ابنها يقعد معايا يشرح لي السايكولوجيكال كيس بتاعتها، وازاي ان وضع الاسنان بتاعتها زي ما حضرتك شايف مش بس اثر، يعني الحاله دي احنا سبقنا بخطوه، احنا كنا ابتدينا نحضر في الاسنان، الحاله الصوره اللي قبل كده ما حلفناش الحظ ان احنا نصورها، بس كان الوضع اسوأ من كده كمان. المهم ان احنا ابتدينا نقعد مع العيانه دي، وابتدينا نتكلم معاها في ايه اللي وصلك، لان ده مهم جدا، ايه ازاي وصلنا للحاله دي، يعني ازاي الحالة وصلت للشكل ده، عشان تبقى عارف الكومبلينز ماشية ازاي، الشكوى. فابتدينا نحس ان المريضة دي مش مهملة بالوضع اللي وصلها للمرحلة. ياريت نثبت الصورة دي شوية يا جماعة. الوضع بتاع ان المريضة دي ما كانتش الوضع اهمال قد ما هو كان نقص شوية في الخدمة الطبية، فكان كل ما يحصل مشكلة عندها في درس، الدرس ده للأسف بيدوها اوبشن او يدوها الدياجنوز ان الدرس ده هيتخلع، ابتدت المريضة دي تخلع درس ورا درس، وابتدت تحس ان كمان في وقت الخلع وهي بتخلع الدروس بتاعتها بتتعرض لألم شديد جدا، وده يعني الجملة اللي هي ذكرتها، فبقت ما بتحبش دكتور الأسنان، ودكتور الأسنان دايما ما بيديهاش غير اوبشن واحد هو الخلع الاكستراكشن، وفضل الأمر يمر بيها تدريجيا كده لحد ما وصلنا للأسف للمرحلة دي. البيشنت دي كانت دايابيتك، كان عندها مرض السكر. مرض السكر انا بوجه رساله من هنا ان مرض السكر يا جماعه طول ما هو لوحده ما بيصاحبوش اهمال، وما بيصاحبوش عدم اهتمام بالاسنان، لا يؤثر خالص على الاسنان،
عشان نبقى متفقين، يعني مريض السكر ما يحسش ان هو اقل من اي شخص عادي، لا، طول ما هو كنترولبل انت محافظ على متابع مع الدكتور البشري بتاعك وبتاخد العلاج وبتقيس السكر ووضعك مستقر، لما تروح لدكتور الاسنان ما تحسش ان انت اقل من اي شخص، تقدر تزرع اسنانك، تقدر تعالج الاسنان، مفيش اي مشكله خالص، البريدونتال ليجمنتس او الانسجه بتاعتك سليمه 100% طول ما بيصاحبهاش اهمال، او ان السكر نفسه كون انت مهمل فيه انكنترولبل، فدي قصه تانية. لما كشفنا على العينه دي لقينا كمان ان الاسنان اللي موجوده جوه البق الحمد لله كويسه، يعني الاسنان اللي لسه ما وصلهاش التسوس او ما وصلت لهاش طبقات جيريه او حاجات زي كده الحمد لله كانت كويسه، فده يدل ان المريضه دي مش مهمله، المريضه دي اتعرضت للاسف الشديد لخدمه طبيه اقل من المطلوبه فابتدت تخلع دروس كتير. ابتدينا ندخل معاها في مرحله ايه اللي مخوفك من طبيب الاسنان، لان احنا دايما بنقول ان طبيب الاسنان مهما كان شاطر طول ما هو معهوش المعلومات من العينه هي خايفه من ايه، ما انت مش عارف هي خايفه من ايه اصلا، فما تقدرش تديها الخدمه المتميزه اللي تقدر تديها لها. يعني صحيح في الدكتور بيبقى واثق من نفسه جدا، بس طول ما انت ما خدتش المعلومه من المريضه مش هتقدر تديها اللي هي عايزاه. فكان عندها مشكلتين، البين الالم، لما كنت بخلع دروسي كنت بتعرض لألم شديد جدا جدا جدا، فابتدينا نعمل ريأشورنس نديها ثقة في الحتة دي ان احنا عمرنا ما هنشتغل وانت مألومة، يعني اديتها ثقة ان انا عمري ما هشتغل جوه بقك او اعمل اي بروسيدجر وانت عندك ألم مهما كان الظرف، بمجرد ما بترفعي صباعك تديني اشارة ان انا عندي مشكلة انا بوقف الشغل تماما. ابتدينا بعد كده نطمنها ان مفيش حاجة اسمها رونج دايجنوز، يعني مش هيتعمل لك تشخيص خاطئ تاني ان شاء الله، احنا هنبتدي نعمل اناليسز نشتغل عليكي ونشتغل على الاسنان وننزل صور على الكمبيوتر ونبتدي ندرس الوضع بتاعك عامل ازاي. فابتدينا نشتغل وابتدت العينه دي فعلا يتحول نبره صوتها شويه من النبره اليائسه تماما ل انا مش هخسر اكتر من اللي خسرته، ممكن اجرب واشوف، ويعني هبتدي اشتغل. ابتدينا نقعد مع الكمبيوتر ونبتدي نشتغل رغم انها كبيره في السن، قعدتها على الكمبيوتر ووريتها. انا دايما بشتغل كده مع البيشنت بتاعي ان هو على الاقل اديله فكره عامه، مش لازم يعني ادخله في التفاصيل الدقيقه بتاعتنا بس يحس بيحس بفكره عامه بس. المهم ان احنا ابتدينا، طبعا المريضه دي كانت جايه متخيله برضو، وانا دي هكررها كذا مره الفتره اللي فاتت هي بالمصادفه يعني في الحلقات بتاعتنا، ان هي كانت متخيله برضو ان احنا هننسف الحمام القديم خالص، هنخلع كل اللي موجود ونبتدي نزرع، هي كانت متخيله كده. فابتدينا نقول لها ان احنا لا، احنا هندرس كل ما نقدر نستفيد بالدروس الموجوده هيبقى كويس، ولو عندنا نقص في اجزاء معينه هنكملها بالامبلانتس او بالزراعه. وابتدينا نتفق معاها ان احنا نعمل حاجه اسمها شورتند اوكلوجن. ايه الشورتند اوكلوجن ده؟ ان احنا على الاقل هنبتدي في الخطوات الاولانيه او في الخطوه الاولانيه ان احنا نعمل 10 اسنان قدام فوق و10 اسنان تحت، ده مش الكامل، وبعد كده نبتدي نكمل الوضع بالزراعه. لو رجعنا للصور اللي قبل اللي هي الصور المريضه بق المريضه الصور اللي قبل، هنلاحظ حاجه غريبه جدا ان المريضه دي عندها في الفك اللي تحت، لو حضرتك شايف في الديزاين ضرس العقل اللي تحت موجود ورا الناحيه دي وموجود ورا الناحيه دي، الصور بتاعت الفك اللي تحت يعني هي حتى مش واضحه في الصوره دي، واضحه في الصور الثانيه ان ضرس، ايوه ضرس، حضرتك شايف الضرس الاخير ده. هي طبعا ما كانش عندها اي امل ان احنا ممكن نحافظ على حاجه زي كده، يعني اذا كانت بتخلع الضروس العاديه بتاعتها. وانا بدرس الحاله اكتشفنا حاجه اسمها الاستراتيجيك توث، ان هي ضرس استراتيجي جدا، يعني ضرس في الطبيعي لو كل ضروسها موجوده ممكن لو ضرس العقل تساوس فيه وصل للعصب بيحصل له اكستراكشن لان بنشيله، لكن في الحاله دي كان الضرس ده استراتيجيك جدا، مهم جدا، يعني مهم جدا في يعمل استراتيجيه، يعني ممكن يغير الديزاين بتاع التركيبات اللي احنا هنحطها تماما. من غيره نقف عند اخر ضرس، يعني من غيره كنا نقف عند الضرس الخامس وهنكتفي بكده، بي قدرنا نكمل الفك السفلي كله بالتركيبه الثابته، لان بدل ما عندنا سبورتر ورا نقدر نكمل التركيبه الثابته، فهي طالما عندنا زي ما تقول كده حملين شايلين، صحيح حملين هو ده المقصود، شايلين التركيبه الثابته من ورا اقدر اكمل لغايه الاخر بالظبط. فانا من غيره كنت هقف عند اخر درس وهقول لها لا. الناس المهتمين بالبناء هيفهموا كلامي قوي، صحيح لما يكون عندك عمودين تقدر تبني عليهم امتداد بالزبط للسطح بتاعك بالانس، هنسند على الناحيه دي ونسند على الناحيه. فالمريضه في الجلسه الثانيه واحنا شغالين قلت لها ايه رايك نعمل حشو عصب للدرس اللي ورا ده وندخله في الديزاين، هي ضحكت يعني ما صدقتش ان هي ممكن تعمل حاجه زي كده، فاجئتها ان احنا عملنا حشو عصب للدرسين في نفس الجلسه في ساعه واحده، يعني عالجت الدرس اللي ورا الناحيه دي حشو عصب لدرس العقل
والناحيه الثانيه عملته وحافظنا عليه فغير لنا الديزاين تماما، بقت عندها كل الفك السفلي نقدر نعوضه بالتركيبات من غير اي ما نعمل زراعات خالص، هنستفيد باللي موجود. وهو ده اللي احنا بنقوله، ان اي درس عندك هو كنز او من الدروس. هنقف بقى شويه هنا. هنا ابتدينا خلاص، خلصنا الديزاين على الكمبيوتر، ابتدينا نديها الفكره، عالجنا الدرسين اللي ورا اللي احنا سميناهم الاستراتيجيك توس، وابتدينا نشتغل على التركيبات. ابتدينا نعمل ديزاين. هنا فاكر يا دكتور ايمن احنا مره قلنا الاسنان الفيميل والميل، قلنا الاسنان الرجالي والاسنان. شوف بقى الكيرفز هنا حلوه ازاي، اللون ازاي، بعكس مثلا لما جبنا صوره لراجل متقدم شويه في السن كان الوضع مختلف خالص عن الوضع ده. هو انا بوجه نظر الساده المشاهدين لنقطه مهمه تقنيه عندنا، ان احنا لما بننقل الصور عندنا على الفايل بتاعتنا بتاعت الكمبيوتر بتاعت القناه الصور بتطول شويه. صحيح، بتطول شويه. صحيح، فهي الصوره دي طويله سنه، مش لانها طويله حقيقه، هي وده شيء في السوفت وير بتاع الكمبيوتر عموما. صحيح، فمش هنقدر نغيره، والكاميرا عامله زوم ان عليها كمان. لا، وكمان عشان احنا حطينا الجزء ده بس وباقي الاسنان قصيره خالص. لما شفت الصور بتاعتك على الكمبيوتر كانت صوره حلوه جدا. صحيح، ولا لسه لما هتكمل كمان يعني لما هيتحط جنبيها بقيه التركيبات هتبان، هي هنا باينه ان هي حاجه شاذه طبعا وسط بقيه الدروس لان احنا لسه ما كملناش. ابتدينا نكمل بقيه الدروس ونشتغل عليها ونحافظ على الاستراتيجيك توس، وابتدينا نعوض لها كل الفك السفلي، وابتدى الوضع يمشي بروجريسيفلي لحد ما قدرنا نعوض كل الفم والفك اللي فوق كله يبقى دروس، والفك اللي تحته كله عوضناه لحد الوزدم توس، لحد دروس العقل. المريضه دي خرجت مش محتاجه اي اجراء. ده كله تركيبات، كله تركيبات، مفيش زراعه، ما عملتش زراعه. كان الجزء في الفك العلوي في جزء صغير درسين قلنا لها بعد كده لما تاخدي راحه شويه تبتدي تاكلي، ممكن نعوض خلاص ده الجزء الوحيد اللي فاضل عندك نعوضه بالزراعه. يعني احنا في الخطه بتاعتنا في نظر تريتمنت بلان. تمام، عشان كده احنا خلصنا ده بقى الشكل الجديد. الشكل الجديد، الشكل النهائي بعد ما خلصنا. يعني طبعا احنا اسفين طبعا ان الصور مش بالتقنيه العاليه، اللي احنا بنصور في وسط الشغل بتاعنا، في وسط ما احنا مستعجلين، احنا يعني الصور واضحه جدا. يعني قد كان شكلها اختلف، تحولت بقى تماما. يعني احنا دلوقتي شايفين صوت شكل فم انسانه تحس فيه لمسه كماليه كمان. بالظبط، يعني لمسه دلوقتي اللي هي صور كانها 35 سنه مثلا. الفيميل بقى يعني فيميل. بنظهر تاني الفيميل، شكل الفيميل. تخيل بقى حياك انتقلت من الصوره دي للصوره دي. شايفين فرق الشباب رغم ان انت حقنت فيلر؟ ما فيش اي حاجه خالص خالص. الكلام ده فيلر في الشباب. الفرق بين الصوره دي والصوره دي السنة. 5 ايام بالظبط بالظبط. يعني كان المريضه جت السبت، كنا غالبا يوم الخميس بنستلم الشكل الجديد بتاعنا. يبقى سؤال الكلاسيكي، طالما انت ما حقنتش فيلر، ايه اللي خلى الفم شكله يختلف كده؟ الفم شكله بيختلف لان احنا يعني ربنا مش بتكلم على السنان، بتكلم على الفم نفسه، شفايف اللثه من فوق وتحت. حضرتك لو خدت بالك حتى الصوره الثانيه المريضه حطت ليبستيك. يعني اهتمام المريضه حتى بنفسها وهي جايه يوم الاستلام مختلف شويه. يعني لو حضرتك خدت بالك ان المريضه ابتدت تحط روج خفيف على الشفايف بتاعتها، ابتدت الابتسامه نفسها. ده مش ليبستيك، ده ملمع شفايف. يعني حتى المريضه دي مش ممثله ولا مغنيه ان هي تقدر تضحك بروفيشنال. بس الضحكه مختلفه، هي قادرة تضحك شوية بشكل واثق. وطبعا يعني الشكل الناتشري او شكل خلقة ربنا طبعا لا يعوض، فالضحكة دي مع الاسنان غير طبعا الشفايف. هي على فكرة لسه ما خدتش على الضحكة الكاملة. صحيح، هي لسه هي متعودة برضه وشها كله رغم ان انت قلت لها اضحكي. احنا بنتعب معاهم جدا. يعني انا لسه هتكلم في النقطة دي، ان بعد ما بنسلم الحالة المريضة دي بتبقى يعني مش مصدقه ان هي رجعت نورمال، مش مصدقه ان هي ممكن تتعامل زي الشخص الطبيعي. نبتدي نعمل ريأشورنس ليها، انت خلاص رجعتي طبيعيه، كلي ما تقلقيش. يعني هي تقعد معايا، طب يا دكتور اكل ايه؟ ولا كل اللي انت عايزاه، اشرب ايه؟ يعني ما هو انت خلاص رجعتي نورمال، تقدري تتعاملي زي الشخص الطبيعي. فعلا الديتيل، انتم ملوك الديتيلز. صحيح، ملوك التفاصيل، فده شيء انا بسعد بيه جدا معاك. بلا شك ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم كان ضيفا بارعا كعادته. نورت الدكتور. الله يخليك. وي ويل بي باك اجين.